الانهيار أذهب عالمياً بعد قفزة جنونية، حيث فقد ما يزيد عن 150 دولاراً، كما شهد على المستوى المحلي تحركاً جديداً. أما الدولار فما زالت أسعاره مستقرة في البنوك، ولكن سيشهد مفاجأة الفترة المقبلة، وفي تغطيتنا الآن سنوضح لحضراتكم كافة التفاصيل. ونبدأ أولاً بأسعار الدولار على المستوى المحلي، والتي شهدت استقراراً منذ شهر مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 9 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات. وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيها للشراء و 30.93 جنيها للبيع، وذلك بالتزامن مع تصريحات الحكومة حول موعد انتهاء أزمة الأخضر ومقترح حكومي جديد لزيادة التدفق الدولاري وزيادة العملة الصعبة. كما سجل سعره في أكبر بنكين حكوميين وهما بنك مصر والبنك الأهلي المصري حوالي 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع. وقد أكد المستشار سامح القشن المتحدث باسم وزارة مجلس الوزراء أن أزمة الدولار إلى زوال وستنتهي قريبا، وأوضح أن الحكومة تعمل على حل المشكلة من جذورها من خلال العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المكون المحلي. وقال خلال تصريحات تلفزيونية إن برنامج الطروحات يستهدف مشاركة القطاع الخاص، وقريبا سيتم الإعلان عن طروحات جديدة، وأن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65%. وكشف عن أن أزمة الدولار حدثت بسبب الأزمات العالمية وهروب الأموال من الدول النامية للدول المتقدمة، ولكن هناك إجراءات لمعالجة الموضوع بشكل كامل من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والاستمرار في برنامج الطروحات. وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعراض مبادرة مقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب مجموعة من المحفزات بتعاون بين الحكومة ومطوري القطاع الخاص. وهذه المبادرة المقترحة تتيح الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج أو الأجانب، وسيشارك فيها الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم في نجاح المبادرة. وستحقق المبادرة طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها ومن المدن الجديدة بالطبع، كما تهدف إلى تقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية وتحقيق تدفق دولاري كبير وإحداث انتعاشة لأحد أهم القطاعات التنموية. وأيضا طمأنت الحكومة المصريين، وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في 18 نوفمبر الماضي إن أزمة العملة التي تمر بها مصر هي أزمة مؤقتة وستنتهي في فترة قصيرة للغاية. وكشف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عن مفاجأة سارة بشأن سعر الدولار، وقال أن أول يناير المقبل ستدخل مصر رسمياً البريكس، وهذا يعني التعامل مع 10 دول بعملات وطنية محلية، مما يعني تقليل الضغط على الدولار ومن ثم ينخفض سعره نوعاً ما. وأصدرت الحكومة قراراً يلزم الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة بتقديم إيصال يفيد قيمهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري أو إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة. كما ألزم قرار الحكومة سداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله. وقررت وزارة الداخلية بدء تنفيذ هذا القرار والعمل به اعتبارا من يوم 16 سبتمبر الماضي، وهو ما سيساعد أيضا على تخفيف الضغط على الدولار. وإلى الذهب،
فعلى المستوى المحلي والذي شهدت أسعاره تحركاً جديداً بتزامن مع انهيار أسعار الذهب عالمياً، ليبدأ من 22400 جنيه كأقل السعر للبيع بعد 22100 جنيه بفارق 300 جنيه، ويظل متراجعاً عن أعلى السعر سجله الأسبوع الماضي بحوالي 600 جنيه إذ وصل إلى 23000، وطبعاً نتحدث عن الجنيه الذهب. وتحرك سعر الجرام من عيار 18 في محلات الصاغة ليبدأ اليوم من 2383 جنيها، ويظل متراجعاً عن أعلى السعر سجله مطلع الشهر الجاري وهو 2421 جنيها بدون أي مصنعية أو دمغة. والآن مشاهدينا سنستعرض لحضراتكم أسعار الذهب بدون مصنعية، وذلك وفقا لآخر تحديث، مع العلم أنه يتغير على مدار اليوم وفقا لآلية العرض والطلب. وسجل سعر جرام الذهب من عيار 24 3200 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 2800 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18 2400 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 14867 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 22240 جنيه. وعالميا تراجعت أسعار الذهب بقوة على مدار الساعات القليلة الماضية بفعل عمليات جني الأرباح التي ضربت سوق المعدن الأصفر بعدما وصل إلى قمة تاريخية جديدة وهي 2152 دولارا للأوقية، وسجل سعر الأوقية الذهب في بورصة نيويورك 1976 دولارا، وذلك مساء أمس، فيما كان قد وصل إلى 2152 دولارا للأوقية لتهبط ما يزيد على 150 دولارا، وهو تراجع كبير. ومن ناحية أخرى، قد شهد وزير التموين إطلاق أول ماكينة ATM لسحب سبائك ذهبية للمواطنين، وستوفر الماكينات سبائك بأوزان مختلفة تتراوح من بين جرام إلى 100 جرام، ولا يجوز شراء أقل من جرام ولا أكثر من 100 جرام. وعن خطوات سحب السبيكة، فعلى الشخص الراغب في اقتناء سبيكة من ATM أن يضع بطاقة الخصم أو الائتمان أو البطاقة الذكية من أي بنك في ماكينة الصراف الآلي، ويختار الخيار المحدد لشراء الذهب، ثم يحدد السعر وكمية الذهب الذي يرغب في شرائها، ويدخل كلمة المرور الخاصة به، وسوف تقوم ماكينة ATM بإخراج قطعة السبيكة التي قام بطلبها. وقد كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب عن طريقة السحب، عن أنه يتم طلب قيمة الذهب من الماكينة ووضع النقود بثمن سعر جرام الحالي، ويحصل المواطن على الفور على الذهب المطلوب بالجرامات التي حددها بمنتهى البساطة، وهو أمر متداول ويساعد على الادخار ومتاح في العالم منذ أكثر من 10 سنوات، وتم البدء به في مصر في أحد المولات، وهذه الماكينات ستعمم في مختلف المحلات الشهيرة الفترة المقبلة. مشاهدينا، لقد وصلنا لنهاية تغطيتنا الاقتصادية، بنشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.